الياباني في مشواره نحو التأهل إلى الدور الثاني بخسارته أمام العملاق الياباني. 5 لاعبين عمانيين غابوا عن المشاركة بسبب الإيقافات والإصابات. دقائق أولى لم تلبث أن تمضي ليفاجأ ناكازاوا الشباك الحمراء بالهدف الأول. ناكازاوا يسجل الهدف الأول في الدقيقة 11. ناكازاوا العماني الذي عرفناه شرسا في الملاعب لم يكن كذلك، بل كان كالحمل أمام الياباني الذي لا يرحم، واستغل ما أمكن استغلاله فدك الشباك بالهدف الثاني في الدقيقة 22 عبر يوشيتو أكوبو الذي كان يتجول في المنطقة بدون مراقبة. شوف هذا اللاعب اندفع من الخلف خالي من الرقابة، كان المفروض أن يضغط عليه لاعب ويسدد بشكل مستريح ويسجل الهدف الثاني للمنتخب الياباني. هدفان حيرا المدرب الأوروغواني لوصيف خليج 18، لكن الأكيد أنه احتار أكثر بعد الدقائق الأولى من الشوط الثاني التي شهدت الهدف الثالث وبتسديدة من ناكامورا. ناكامورا بالدقيقة 49. شوف مرة أخرى بالإعادة، شوف ناكامورا حاول بعدها الأزرق زيادة الغلة لكنه لم يستطع فاكتفى بالأهداف الثلاثة. خسارة تجعل من مهمة العماني صعبة لكنها غير مستحيلة في حال أراد مواصلة المشوار. أحمد لاغا، صدى الملاعب.